جوي رايد، فيلم كوميدي انتاج 2023، مدة الفيلم ساعة وخمسة وثلاثين دقيقة، لا يصلح لمن اعمارهم اقل من 18 عاما، متوفر اونلاين للمشاهدة. قصة الفيلم: اربع صديقات امريكيات من اصول اسيوية ينطلقن في مغامرة من اجل البحث عن واحدة من امهاتهن، ويكتشفن على طول الطريق الكثير من معاني الصداقة. السيناريو والحوار: الفيلم كمجمل كوميدي بوب كور، السيناريو خفيف ذو حبكة بسيطة، اعتمد بشكل كبير على كوميديا الموقف والجراءة، وكان موفق تماما. للتذكير: الفيلم لا يصلح المشاهدات العائلية، على ان الفيلم كوميدي ولكن وضوح الابعاد والخلفيات الدرامية للشخصيات كان جيدا جدا، ودي نقطة تحسب للسيناريو. الحوار جيد كمجمل. الاخراج والتصوير والاضاءة: مخرجة الفيلم لها تجارب عديدة سابقة وكانت افلام كوميدية ايضا. الاخراج سلس جدا، السهل الممتنع، استخدمت كل الادوات المتاحة بشكل احترافي متميز، والمزج ايضا بين اخراج الافلام السينمائية واخراج الفيديو كليب في الفيلم كان موفق. التصوير جودته جيدة، الاضاءة ملائمة لاجواء الكوميدية في الفيلم المعتمدة بشكل كبير على إضافة الإيجابية والبهجة. الموسيقى اختيارات جيدة جدا وأضافت الفيلم المطلوب. المونتاج نقل سلس بدون مشاكل. الممثلين جميعهم متميزين، التوجيه من المخرج والسيناريو لهم رائع، وزي ما قلت السيناريو تميز في كتابة أبعادهم الشخصية. الفيلم جيد كوميدي بوب كورن خفيف لا يصلح للمشاهدات العائلية نهائيا. تقييم للفيلم هو 6 من 10.